السلام عليكم، وأنا معكم مؤسسة المادة الطبيبية سيد محمد جناح عن مؤسسة المباديس الخاصة. سبب الزيارة ديالنا اليوم هي تخليدا للذكرى واليوم العالمي للرجل الإطفائي، اللي صراحة عندهم واحد المسؤولية كبيرة وعندهم واحد دور كبير ودور فعال في تثبيت الحياة العامة الخاصة بالمواطنين. كنشكرهم بالبرا هذا بالنيابة باسمي وبالنيابة على جميع الوليدات اللي حاضرين هنايا. الوليدات كيف ما عرفتي كيجيو باش يعرفوا الدور ديال الاطفائي والاشياء المهن ديالهم والخطر اللي كيتعرضوا ليه من اجل انقاذ حياه الناس. طبعا هي دائما هي ولد سنه مؤكده بالنسبه لمؤسسه المباديس الخاصه في زيارات متتاليه لهذا الدور هذا. وكنشكروا المنبر الجناح تافي على التغطيه ديالو لهذا الحدث هذا، وما غيزيد الا معلومات وافاده لهذ الوليدات هذا. اولا حنا اليوم هنا جينا باش نحتفلوا مع الوقايه المدنيه، هذه المنظومه اللي كتسهر على الراحه ديال المواطن المغربي. جينا كزياره تحسيسيه للشكر والامتنان لهذا فريق العمل اللي بغينا نقوله، هذه المنظومه العظيمه جينا نحتفلوا معها اليوم باليوم العالمي ليها. وكذلك جبنا وليداتنا باش نوريوهم الاهميه ديال هذا الفريق العمل اللي ملي كنكونوا حنا ناعسين كيكونوا هما فايقين، كيسهروا على الرعايه ديالنا، كيسهروا على السلامه وعلى الامن والامان ديالنا. نشكر رجال الوقايه المدنيه على هذه المجهودات الجباره التي يقومون بها تجاه الانسان، فهم يضحون بانفسهم من اجلنا، فهم ابطال، وشكرا جزيلا. كنبغي نقول الوقايه المدنيه شكرا بزاف، حيت كتنقدونا في اي وقت ملي كنتصلوا بكم كتنقدونا بزاف، وشكرا. نشكر رجال الوقايه المدنيه لانهم يضحون بانفسهم من اجلنا ويطفئون الحرائق بالنيران، فهم ابطال من اجلنا ويساعدون كل الانسان.